بيكم من جديد في برنامج تحيا مصر الجديدة. وزي ما اتنقلت مصر البر الأمان في قطاعات كتير وقضينا على الإرهاب والعشوائيات وغيره من الحاجات اللي أثرت على مصر سنين طويلة، الرئيس كمان كان عنده اهتمام كبير بقطاع مهم وجزء أساسي من اقتصادنا، الثروة السمكية، واللي ما كانش ينفع ننهض بيها من غير العنصر الأساسي فيها، الصيادين. علشان كده في 2021 وجه الرئيس بإطلاق مبادرة بر أمان، مبادرة مهمة هدفها مد الحماية الاجتماعية لقطاع من قطاعات العمالة غير المنتظمة، وهو قطاع صغار الصيادين، من خلال توفير مستلزمات الصيد ليهم ومساعدتهم على القيام بأعمالهم ومواجهة كمان مخاطر المهنة. ومن بحيرة الريان انطلقت مبادرة بر أمان بتكلفة هتوصل ل 200 مليون جنيه. مبادرة شاملة بتقوم بتوفير إعانات وأدوات إنتاج لأكثر من 42 ألف صياد. ومش بس كده، عاوز أقول لكم إن المبادرة بتعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل الصيادين وتحديث البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد على مستوى الجمهورية. وبسبب المبادرة تم دخول أكثر من 19 ألف صياد تحت مظلة التأمينات الاجتماعية. وعلشان في اهتمام كبير من الدولة بالمرأة مصرية وتمكينها اقتصاديا، تم حصر جميع السيدات العاملات في الصيد وتم تسليمهم 135 مركب صيد جديدة لعينة ممثلة جغرافيا من الصيادات ضمن المبادرة الفرعية الخاصة بإحلال وتجديد المراكب. مبادرة حققت الريادة في دعم الصيادين. لو اتكلمنا عن مراحل تنفيذ المبادرة فتمت على 4 مراحل، الثلاث مراحل الأولى فيهم تم تنفيذها. لو ابتدينا بالمرحلة الأولى فهي شملت بحيرات الريان وإدكو ومربوط والمنزلة، وبيستفيد منها أكثر من 10,000 صياد. أما المرحلة الثانية فكانت بتشمل بحيرات البرولوس والمرة والتمساح، وبيستفيد منها حوالي 7,416 صياد. أما لو اتكلمنا عن المرحلة الثالثة فركزت على الصيادين بنهر النيل، وتحديدا في مناطق القاهرة والجيزة ودسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة وأبو شوي وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، وبيستفيد منها حوالي 18,125 صياد. أما لو اتكلمنا عن المرحلة الرابعة والأخيرة واللي الدولة شغالة عليها دلوقتي، فهي شملت بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق الصيد في العريش وبئر العبد ورمانة، وبيستفيد منها حوالي 7,707 صياد. مبادرة ضخمة خرج منها 5 مبادرات فرعية، منها إحلال وتجديد مراكب الصيد وسداد مديونية التأمينات الاجتماعية للمتعثرين وتوفير سيارات مبردة لجميع الصيادين وإنشاء مزارع سمكية مصغرة لتوفير الدخل للصيادين خلال فترة التعطيل. مبادرة مهمة حققت المعادلة الصعبة ونقلت الصيادين من العمالة غير المنتظمة لبر الأمان. وهي دي مصر الجديدة اللي دايما حاطة ولادها قدام عينيها وبترعاهم وبتساعدهم.